سلام اخواتي، اليوم حنعطيكم فكره جد رائعه كيفاش تغيري الكول تاع قميص كيما هكا تنحي وتحصلي على فتحه رقبه عاديه. تبعي معايا المراحل باش تفيدي روحك وتصلحي الحوايج اللي عندك. اول حاجه نديروها نجيو لفتحه الرقبه هنا من الامام كيما راكم تشوفوا، ونحدو الطول اللي نحوسوا عليه مثلا حتى له. هذه هي فتحة الرقبة اللي نبغيوها. نجيو هنايا للجزء هذا، نرسمو بداية من هنا من الكتف، من بداية فتحة الرقبة هنا في الكتف، ونرسمو الجزء رقم واحد. الجزء هذا بعد ما نطيرو الكول ونرسموه كيف كيف. نبدأ أول حاجة نديروها نحيو الكول هذا نهائيا كما راكم تشوفون، نستغناو عليه. نطوي القميص هذا الى اثنين بالشكل هذا. نطوي القميص الى اثنين بهذه الطريقه. نجيو هنا للخلف، هنا للخلف باش نهبطوا شويه في فتحه الرقبه، نهبطوا باصبع واحد. فصلوا بالشكل هذا في اتجاه فتحة الرقبة. نزيد نجيو للأمام، نقصوا الساعة الجهة هذه لأمامي كما رسمتها أنا قبل هكا. الشكل هذا. نزيد نفتح الجهة الجانب الآخر، الجانب الآخر، ونطبقو كيما هكا قد قد كيما راكم تشوفو. انتوما كمبتدئات حكمو بليزيبانجل. الطريقة هذه باش كي تقصو تقصو قد قد تقصو كيما هاك. نفتحو دركا نلقاو روحنا تحصلنا على الشكل هذا. وشي الحاجة اللي نبطنو بها نجيبو هنا بي ساتيني ولا بي تاع طوال، ونبطنو بها فتحة الرقبة هذه. نجيبو البي ساتيني نحطو الوجه على الوجه بالطريقه هذه. حنستعملوا هنا حنستعملوا البي كتبطين، وكاين كثير اخوات طلبوا مني نعطيهم طريقه التبطين بالبي ساتيني. هذه الطريقه سهله لاي كان فستان نساء او قميص رجال او اي حاجه تحبوا تعدلوها تعدلوها. هذا هو التبطين السهل والبسيط، تحطوا الوجه على الوجه وتطويل الجهه هذه للداخل كيما هاك. القيمة وتبداو تخيطوا معايا دركا المكانة. بعد ما تكونوا درتوا الخيط زي القميص وتخيطوا، تبداو تخيطوا دائما ديروا بوان داري، خيطوا بالطريقة هذه فتحة الرقبة كامل بالشكل هذا. تفتحوا البي تستعملوها هي كتبطين بالشكل هذا، خيطوا
الطريقة هذه تكون غيرت وفتحة الرقبة القميص هذا وعطيته شكل جديد مريح اللي حيلبسو. فكش مش اي واحد يلبس الكول هذاك الكول اوفيسيل كاين فيه، كاين بزاف ناس ما يشتيوش يلبسوه. مثلا يعجبك القميص وما تقدروش تلبسوه، هذه الطريقة تاعو باش تغيرو من فتحة الرقبة لهذا القميص او اي فستان اخر يساوي. كمل الخياطة حبيباتي بالشكل هذا. نفس الطريقة تكملها مع بداية فتحة الرقبة في الجهة هذه. شوفوا معايا مليح، تخليو قيمة زوج صباع وتقصوها وتطويوها للداخل كيما هكا، تطويوها للداخل وتكملوا الخياطة. تكملوا تكرونتيو عادي فتحة الرقبة هذه كامل، تكرونتيوها كامل بالشكل هذا هكا. هذا الشيء سهل عليكم ما فينيسيون، بعد كي تقلبوا تبطين هذا اللي درتوه بالبي. كي تكملوا تعاودوا الخياطه هذا المكان، كي تكملوا تكرونتيو اقلبوا هذا اخي يكون كيما هكا، يكون كيما هكا من الداخل، تفتحوه بالشكل هذا هذا وتعاودوا تقلبوا عليه الجهة الأخرى بالشكل هذا هاكا، تفتحوه تفتحوه كيما هكا وتعدلوه مع بعضها البي مع بعضها وتقلبوا بالشكل هذا، تحصلوا عليها مفينية كيما هكا ونظيفة، وتجيو تخيطوها دركا عادي. هذا التبطين السهل والبسيط بالنسبة للبي ساتيني ولا البي العادية ولا أي بي تخدموها، كما وريت لكم من قبل طريقة صنع البي. دوك نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف تاع الفكرة هذه، باش اللي يحب يخدم يخدم عادي. تخيطوا كيما هكا، طبقوا دوكا تزيدوا تطبقوا مليح البي هكا، تقلبوها للداخل وتخيطوا. تبعوا فتحة الرقبة هذه سير داير كامل، تخيطوها وتفينوها مليح مليح. قميص شوبليل بارطاجي معكم الافكار هذه، ممكن وحده فيكم ولا واحد فيكم محتاج كيفاش يعدل حاجه من حوايجه يلقى الطريقه هذه السهله والبسيطه ويعدلها وحده بلا ما يروح للخياط ولا خياطه. خطراكش البريكولاج دوكا مكلف، اي حاجه حاولوا تعلموها وحدكم خير. نكملوا نخيطوا هكا فتحة الرقبة ونحصلوا على النتيجة هذه الرائعة، التغيير هذا اللي درناه لهذا الكول. نزيدو نفتحو هنا في الجهة الثانية في
الطريقة هذه ونعدل به هكا مع بعضها ونطويه بالشكل هذا ونكملو خيطه هكا. نكون كملنا بريكولاج تاع اليوم والفكرة الذهبية تاع اليوم بكل بساطة. نروح نتمنى تجربوها وتقولوا لي. زيدو هنا البامان باش ما تفتحش الخياطه من بعد وتفزت، ديروا خياطه هنا على فتحه الرقبه من فوق كيما هكا باش تمتن فتحه الرقبه وفي نفس الوقت تعطيها نظره جميله تباهيو بها فتحه الرقبه هكا حتى تغسل ما تتقطعش ما تقطعش وما تفتحش. كنكون غيرت فتحة الرقبة للقميص اللي جالي لهذا اليوم وريت لكم طريقة التبطين بكل بساطة وسهولة. نخليكم على خير حبيباتي، ما تنساوش ليجامي تخلي قناة ليجامي تخلي قناتكم تبان في صفحة البحث وبارطاجيو لي فيديو هذا بكل صدق وأمانة مع الأهل والأصدقاء في جميع وسائل الاتصال. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد وفي فكرة ذهبية جديدة تنور لكم طريقكم وتساعدكم على اكتساب هذه الحرفة الذهبية. إلى اللقاء.